تصعيد في أعمال العنف تشهده سوريا التي لا يبدو أن أزمتها قرب حلها. بلدة التريمسة قرب حماة شهدت مجزرة راح ضحيتها حوالي 200 شخص بعد تعرضها للقصف بالدبابات والمروحيات، تقول مصادر في المعارضة. دمشق ردت على هذه الاتهامات بأن ما جرى في التريمسة البلدة الصغيرة من فعل مجموعة إرهابية ووسائط إعلامية متعطشة للدماء من أجل تأليب الرأي العام الدولي ضد سوريا والدفع إلى تدخل عسكري أجنبي. المصادر ذاتها تؤكد أن القوات النظامية قصفت مسجدا في التريمسة الواقع قرب حماة وسط سوريا، حينما حاول سكان البلدة الاحتماء به وذبحت القوات النظامية عددا من الضحايا بالسكاكين. في هذه الأثناء وبعد زيارة وفد من المعارضة السورية موسكو، هذه الأخيرة تدعو المبعوث الأممي والعربي لحل الأزمة السورية كوفي أنان إلى أن ينشط أكثر مع المعارضة السورية ولا تقتصر جهوده على البحث عن حل بالتباحث مع دمشق فقط. أنان سيستقبل من طرف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم الاثنين، وحذرت موسكو من أنها ستعارض أي مشروع قرار في الأمم المتحدة يلجأ إلى استخدام البند السابع لفرض حل بالقوة.